يبقى البني آدم اللي جاله أو المريض اللي جاله وجع في مفاصله ما بعد التهاب الحلق وعدى 25 سنة، يعني صعب جدا نقول عليه حمى روماتيزمية، بنقول عليه التهاب مفاصل، هو خد واحدة منهم. طب الحمى الروماتيزمية ايه؟ تشخيص الحمى الروماتيزمية زي بالظبط آية الدين اللي في سورة البقرة، نهاية سورة البقرة، في دي أطول آية في القرآن، صفحة كاملة، أطول آية. إيه اشترطت إيه في الدين فقط؟ في الدين فقط بكرر إن أشهد يا إما راجلين يا إما راجل وستتين. طبعا كلنا عارفين دي، يا إما راجلين يشهدوا يا إما راجل وستتين. الحمى الروماتيزمية كده، قسمنا مظاهر الحمى الروماتيزمية إلى رجالة وستات، إلى رجالة وستات، خمس رجالة وخمس ستات. طب عايز أشخص، إما راجلين وإما راجل وستتين، دول سميناهم أعراض كبيرة ضخمة تشخص بيها مرتاح جدا، ودي ماينور، دول ميجر بالإنجليزي ودول ماينور، يعني دول يعتمد عليهم في التشخيص جدا جدا، ودول أقل شوية. إيه الخمسة اللي لو لقيت منهم اتنين، مش شرط الخمسة، اتنين كفاية عشان أشخص حمى الروماتيزمية، فأنا هقول الخمسة. أي اتنين يكون؟ أي اتنين؟ التهاب المفاصل ده واحد، التهاب القلب اتنين، بطش حمرة في الجلد تلاتة، حمص صغير تحت الجلد، حاجة زي الحمصة كده بتطلع تحت الجلد، أو تغيرات في المخ تخلي الواحد يتحرك حركات لا إرادية، حركات لا إرادية. دول خمسة. على فكرة طرق التشخيص اتغيرت دلوقتي، بكلمكم على طرق التشخيص القديمة. فعندي خمسة كبار عشان أشخص حمى الروماتيزمية، اتنين منهم لازم يتوفروا، مفاصل مع قلب خلاص، مفاصل مع جلد خلاص، قلب مع الحمص خلاص، وهكذا. طب الصغيرين، واحد سخن، واحد شاحب، واحد بينزف مناخيره، سرعة ترسيب عالية، في حاجة تانية في التحاليل بتطلع عالية شوية، كلها حاجات ما ينفعش لوحدها أشخص بيها، ولا اتنين منهم، لازم واحد من دول واتنين من دول، أو اتنين من دول وخلاص. يلا نتكلم شوية عن التهاب المفاصل. ليه؟ مفيش واحد، يعني بلاش مفيش دي أحسن أبقى مبالغ، قليل قوي اللي مفاصله ما بتوجعوش، قليل جدا. يعني لما تروح العيادات هتلاقي معظم المرضى، العيادات اللي هي الممارس العام، الممارس العام اللي لسه هيقول له يروح لمين، يا صداع يا مفاصل، معظم المرضى تشتكي من ايه، انا مصدع خالص. طب اللي بعديه مصدع، وانت مفاصلي بتوجعني، وانت مصدع، وانا مفاصلي بتوجعني. هتلاقي معظم الناس يا مصدع يا مفاصل. فالمفاصل اللي بتوجع دي اللي هي التهاب المفاصل ده مهم جدا جدا. في واحد